متابعة، ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور أحمد عبود. دكتور، كيف ترى قرار المشير خليفة حفتر باستئناف التحقيق في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس بعد مرور كل هذه السنوات على اغتياله؟ يعني أولا أنت عارفة بأن المؤسسة العسكرية والمشير خليفة حفتر على المستوى الشخصي تعهد منذ اليوم الأول عندما قدم واجب العجاء لقبيلة العبيدات ولأسرة الشهيد عبد الفتاح يونس رحمه الله بأنه المؤسسة العسكرية سوف تتابع وسوف تتأر للتنظيمات الإرهابية التي اغتالت اللواء يونس، اللواء يونس الذي شغل رئيس الأركان في فترة الثورة الليبية عندما كانت رئيس الأركان تتبع المجلس الوطني الانتقالي، وقام متطرفين صراحة محسوبين على تنظيم القاعدة، جناح تنظيم القاعدة بتوجيه اتهامات للواء يونس. على أثرها قام المجلس الوطني الانتقالي بطلب التحقيق مع اللواء عبد الفتاح يونس، وفي ظروف غامضة الرجل سلم نفسه، وفي ظروف غامضة تم اقتياده لجهة مجهولة وتم اغتياله وتم التمثيل بجثته، وكان واضحا منذ الوهلة الأولى بأن بصمات تنظيم القاعدة هي من وقفت وراء عملية الاغتيال. القوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والمشير خليفة حفتر قطع هذا العهد منذ اليوم الأول وذهب صراحة في التأر من عبد اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه عندما استطاعت إنجاز الاستحقاق الأبرز في الحرب على الإرهاب. طيب، من الجهة المكلفة بالتحقيق معسكرية نظامية؟ دكتور عبود، من هي الجهة المكلفة بالتحقيق في هذا الاغتيال، وما هي الأسماء أو من هي الأسماء التي سيشملها هذا التحقيق؟ يعني الادعاء العسكري سوف يوجه باشرة بالتحقيق في القضية، فتح القضية من جديد وسوف يستدعي العديد من الأسماء. القائمة لن تخلو من السيد العيساوي الذي صراحة في لقطة مستفزة للرأي العام وفي ليبيا وللحاضنة الاجتماعية قام السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي الغير دستوري بتعيينه وزيرا للاقتصاد، وعين شخصية أخرى لا تقل جدلا عن السيد العيساوي اللي هو فتحي بشاغة، وهو أحد قادة الميليشيات التي قامت بانقلاب فجر ليبيا على المسار الديمقراطي وعلى المجلس وعلى مجلس النواب. تذكرين حرب فجر ليبيا، وهو مسؤول أيضا عن جرائم حرب في غرغور وإلى آخره. المدعي العام العسكري اللواء الصوصاع باشر في فتح القضية من جديد، وأعتقد بأن هناك شخصيات كثيرة سوف تستدعى للتحقيق. إذن ستكون محاكمة المنضوين في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ستكون عسكرية ليست بمدنية؟ جزء منها عسكري وجزء منها مدني جنائي، وتعلمين بأنه قد توجه أيضا ونطلب من الأنتربول، قد تطلب القيادة العامة للجيش والجيش الليبي والقضاء الليبي من الأنتربول بالقبض على شخصيات أخرى موجودة خارج ليبيا. تعلمين بأن السيد العيساوي كان لفترة طويلة خارج ليبيا، كان سفير ليبيا للهند، له علاقات جيدة بالدوحة وبالمخابرات القطرية، واستضافته الدوحة في فترة بعد خروجه من عمله كسفير لليبيا في الهند. إقامته كانت في الدوحة وكان يتلقى بين الدوحة وتركيا، فبالتالي وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين السيد العيساوي. طيب، هناك شخصيات أخرى سوف تطولها القضاء الليبي، القضية سوف تفتح من جديد، والادعاء العسكري والادعاء أيضا المدني سوف يباشر التحقيق مع الشخصيات العسكرية ومع الشخصيات المدنية التي دكتور عبود تورطت في عملية اغتيال اللواء. هو الانعكاس المحتمل لهذه التحقيقات على محاولات التقريب بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج؟ يعني أنت تعلمين جيدا بأن الأحداث تجاوز السيد فايز السراج، السيد فايز السراج وحكومته فشل سياسيا واقتصاديا وأمنيا. الفترة الماضية شهدت العاصمة طرابلس اقتتال ما بين ميليشيات محسوبة على داخلية الوفاق الغير دستورية وميليشيات أخرى محسوبة على دفاع الوفاق الغير دستورية. الأحداث الأمنية تجاوزت السيد فايز السراج، وأعتقد بأن روما، مؤتمر روما، قد يكون آخر محطات أو النهاية الحقيقية لحكومة السيد فايز السراج والمجلس الرئاسي، لكون أن
هناك قناعة بالذهاب إلى إنتاج مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وبأن المجتمع الدولي والبعثة الأممية ضاقت درعا، والداخل الليبي أيضا ضاقت درعا بهذه الشرعيات المتنازعة. كل الأسماء السياسية الموجودة اليوم فقدت شرعيتها ومشروعيتها، وبات واضحا بأن البلاد أمام مرحلة جديدة، وهي الانتقال إلى مرحلة أخيرة تكون الإطار الذي يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية. الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور أحمد عبود، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.